الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي القناة الثالثة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت في برنامجكم برنامج رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على أهم المواضيع التغذوية الصحية والرياضية. صحة الإنسان هي جوهره الأساسي، وهذا الجوهر هو الأهم شيء لازم نركز عليه ونفكر إحنا شنو نحتاج وشنو نسوي. صحتنا عبارة عن حلقة مترابطة من أساسيات تغذية صحية متكاملة. مهم جدا تعرف أنت شنو تحتاج، شنو الهدف اللي أنت تبي توصل له. أنت سمين لازم تنزل وزنك، أنت ضعيف لازم تزيد وزنك، معاك سكر شنو لازم تسوي، شنو لازم تاكل، معاك ارتفاع بالكوليسترول، معاك أي مرض مزمن، أي ظرف صحي، لازم تعرف شنو احتياجك وشو تلتزم فيه. مهم ايضا انك تمارس الرياضه وتخلق جو حق نفسك وتشوف الرياضه اللي انت تحبها وتستمر فيها. لكن مهم ايضا تعرف ان رياضتك هدفها انك تتكيف وتكيف جسمك على انك تزيد عضلاتك وتقلل من نسبه الدهون. حيل حيل مهم انك تركز على حالتك النفسيه وعلى استقرارك وضغوطاتك. حاول انك تطلع نفسك من ضغوطات الحياة، حاول انك تخفف على نفسك الضغوطات بطريقتك، بالطريقة اللي انت تشوفها مناسبة. اذا انت مثلا مضغوط بالدوام، حاول انك تفصل بتمرين، حاول انك تفصل بقراءة، حاول انك تفصل بتمرين يوغا او اي طريقة تناسبك، لكن لا تحط نفسك بهذا الاسترس. مهم ايضا انك تشرب ماء، مهم ايضا انك تنام وتغطي ساعات النوم، لان بنومك انت راح تريح جسمك وتبعد ايضا الضغوطات. عزيزي المشاهد، في حلقة اليوم راح نتكلم بشكل مفصل عن صحة الانسان، من وين يبدأ، عن طريق رياضته، شلون تقدر تكمل تغذيتك مع رياضتك، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم من بعد الفاصل مع ضيف حلقتنا اخصائي التغذيه الرياضيه عبد العزيز امير. حياك الله عبد العزيز. الله يحييك، منورنا اليوم. نورك، الله يسلمك. عبد العزيز اخصائي تغذيه علاجيه ورياضيه، شنو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم هو شوف في اوفرلاب بينهم، اثنينهم يتعلقون بصحه الانسان، بس الرياضيه تهتم اكثر باداء الرياضي، شلون يصير رياضي افضل، والعلاجيه تهتم بصحه الانسان ومدارات الامراض المزمنه. هذا بيسكلي الفرق بينهم. عبد العزيز انت اخصائي تغذيه علاجيه بس يستهويك الرياضه والتغذيه الرياضيه. اساسي كنت انا دارس تغذيه علاجيه، لكن بعد ما تخرجت من الجامعه ليومك كل هالسنين هذه انا فضلت ان اتعامل مع الرياضيين او على الاقل الناس اللي تتمرن، مو بالضروره يكون رياضي محترف، بس شخص حاب انه يطور من نفسه بالرياضه، يروح النادي يلعب كروسفيت، يلعب فنون قتاليه، يلعب كمال اجسام، ايا كان. انزين عبد العزيز، حتى الرياضيين الحين نبدي معاهم جدول رياضي وتعلمهم شنو تاكل شنو ما تاكل، دائما ونشوف ان المدربين او مثلا الاخصائيين يحرصون على اوقات الاكل، متى تاكل، قبل التمرين، بعد التمرين، عدد وكميات الوجبه. ليش هي كانت؟ لان على مدى الوقت كان في توصيات ان الواحد يقسم اكله كل ساعتين ثلاث ساعات قبل التمرين وبعد التمرين، بعدين طلع الموضوع هذا مو بالاهميه اذا كان اجمالي اليوم اجمالي اكلي كامل. يعني اذا انا مسكر احتياجي من المغذيات كلها، ما يفرق اذا انا والله اكلت قبل التمرين وتمرنت، لان التمرين ياخذ طاقته من مخازن الكربوهيدرات بالعضلات، فما له شغل أنا أكلت قبلها على طول ولا بساعتين ولا وجبة ولا وجبتين إذا أنا طول اليوم كنت قاعد أكل زين. على سبيل المثال إذا أنا ما أكل زين بالليل، ما يمنع أن أنا أتمرن الصبح على معدة فاضية، لأن الطاقة مثل ما قلت ليش تأخذها من مخازن الكربوهيدرات بالعضلة نفسها. يعني مو مهم الحين تقسم قبل التمرين ولا حتى بعد التمرين، المهم تحسب كالوريز. حق أغلب الناس مو مهم، بس حق رياضي تنافسي مثلا عنده أكثر من مسابقة باليوم، خلينا نتكلم على سبيل المثال الأولمبيات اللي تو صارت، أنا عندي مسابقة الصبح يمكن عندي بعدها ثلاث أربع ساعات، فأنا لازم أعوض بالفترات اللي بينهم.
أكثر شيء تحرص عليه بالجدول عبد العزيز؟ أكثر شيء أحرص عليه البروتين. البروتين بكل صراحة، البروتين هو كل شيء. زين شلون تقسم مثلا المجاميع الغذائية اللي نعرفه؟ بروتين، كربوهيدرات ودهون. أي. وتاخذ فواكه وسناكس، شلون تقسمها حق الرياضي بطريقة تختلف عن الجداول العادية؟ أنا أول شيء ما عندي طريقة واحدة تمشي مع الكل. أنا كل اللي أسوي أقعد مع الشخص، أول شيء أفهم حياته شلون سايرة، متى يقوم، متى ينام، متى يتمرن، متى يداوم، متى يقدر يأكل، شنو طبيعة عمله. إذا واحد يشتغل ببنك ما يقدر كل شوية يروح يأكل، فعنده ممكن بريك واحد. فأنا أقسمها على هالأساس، لما أتفق معاه اتفاق إنه والله بعطيك هالكثر وجبات وهالكثر وجبات خفيفة، هني عاد أوزعها بناء على هو وين. بالدوام مثل ما قلت لك ببنك ما راح اعطيه وجبه تسخن تطلع ريحه، صح، راح اعطيه مصادر بروتين ثانيه، روب يوناني مع فواكه مكسرات، ممكن يسوي له اوتميل شوفان وياخذه مع الدوام. الاسهل الاسهل، بس بالنهايه هو واحد، هذا البروتين عالي الجوده وهذا بروتين عالي الجوده اللي اخذه من الدياي واللحم. فانت الحين تركيزك الاغلب بروتين وشلون تسكره، وشلون تسكره اليوم خلال اليوم، مع الحرص انه ما يعدي اليوم، يعني ما يعدي يومك الا وانت ماخذ احتياجك من الخضروات. بكل وجبه في خضروات، حلو، اذا ما قدرت اعوض بالوجبات الثانيه، والفواكه اساسيه تكون بالنظام الغذائي، ما امنعها. ولا حتى السويت، السناكس الثانيه؟ لا، ولا حتى السويت. اذا كان في مجال، دائما انا يعني لما اسكر احتياجي من المغذيات كلها اخلي جزء صغير، عاده 200 الى 300 كالوري. أي. اقول له هذه لك، افري راحتك، افري اخذ فيها اللي تبي، اعطيه اوبشن صحي، اقول له مثلا هالكثر مكسرات تعادل ربع كوب يعادل 200 كالوري، ما تبيها اخذ كاكاو 200 كالوري، اخذ ايس كريم 200 كالوري، كيفك، بس هذا البادجت مالك اليوم. زين عبد العزيز، دائما نشوف ان الرياضيين يقسمون 4 وجبات، ممكن في رياضيين ياخذون 5 وجبات. اي، فالكميه والكالوريز تخرع، هل هو فعلا بحاجه الى هذه الكالوريز؟ في ناس ايه، في ناس ايه. وهم بعد اذا نتكلم على دراسات، اذا انا وزعت البروتين وكان بروتين عالي الجوده، خاصه في الحمض الاميني اليوسين طاف 3.5 جرام، هذا يبلش عمليه تحفيز البناء العضلي، تخليق العضلات بالجسم. فطلعت انه اذا انا اكلت نفس كميه البروتين بس وزعتها مثلا على وجبتين صبح وليل، ابني مو ما ابني، لكن اللي يقسمها كل 3 ساعات بحيث انه يحصل اليوسين هذا بهالوجبه يستمر معاه البناء اكثر من الثاني. النسبه ما تفرق وايد حق الانسان العادي 2-3%، بس على فتره، على انسان تنافسي لا تفرق. فهني نشوف انت الاولويه وين. وهم بعد اقسم الوجبات مو بس عشان البروتين، هم عشان الشبع. انا ما ابي يكون ميت من الجوع وبعدين هي بياكل وجبه صحيه، يعني قليله تكون بالدهون، معتدله بالدهون، حلو، ما اقدر انا اعطيه كميه كبيره ياكلها مره واحده. اذا تتكلمين سعرات بالاكل الصحي كميته وايد مقابل حجم او كميه السعرات. صحيح. نعم. عبد العزيز، دائما نسمع بالمكملات، وفي مكملات كثيره، ونشوف دائما مثلا الشباب يتوجهون لها بعد التمرين. حلو. تحرص بانظمتك او توجه الشباب على هذه الاختيارات؟ اذا ما قدر يغطي من الاكل، يعني نتكلم عن البروتين. اما الكرياتين لا، الكرياتين ياخذه 100% راح يفيده، صعب يغطيه من الاكل، وعليه دراسات فوق 70 سنه. شو الفرق بين البروتين والكرياتين؟ البروتين ماكرو نيوترينز، البروتين. الكرياتين موجود داخل العضلات. شو يسوي الكرياتين؟ هو يعني بالنهايه الطاقه تصير ATP اللي هو ادونيسين ترايفوسفيت، حلو، لما يفقد الفوسفيت الوحده يطلع منه طاقه. الكرياتين شو يسوي؟ يسوي تبرع حق الفوسفات ويعيد، يخلي ADP يرد يصير ATP مره ثانيه، فتستمر الطاقه. ترجمتها بالعاميه، اذا انا قاعد اتمرن 10 طقات اتعب، اخذت كرياتين، مع الوقت راح اقدر اسوي 13-14 طقه، فصار في برفورمنس افضل، اداء افضل، بالتالي نتيجة افضل. فالكرياتين الشيء اللي ما استغني عنه، تضيفه وتحرص انه يكون موجود حق الرياضي. اما البروتين عاده اخليه اوبشن، ما مداك تاكل اخذه، وعاده احبه ياخذه كامل، يعني ياخذه مع فواكه، ياخذه مع مصدر حليب او بديل للحليب مثل حليب اللوز الى اخره،
يحط فيه البودرة ويحط فيه الفواكه ويحط فيه نوع من أنواع الدهون المفيدة. بينت بتر صار وجبة عبد العزيز، وجبة. أنا بعدال ما أعطيه يعني وجبة، أنا أقول له بعد التمرين تبي تأكل وجبة كاملة بروتين وكربوهيدرات فيها ومعتدلة بالدهون. زين ما قدرت، مستعجل، أروح عندي مشوار، هذا البديل. صحيح. عبد العزيز أسمعك الحين تقول بروتين وكرياتين، هذه المكملات يعني تعتبر بسيطة حق المكملات اللي موجودة بالسوق. أي. ومتنوعة وكثيرة وبفليفرز مختلفة. تحرص إنك أنت تطلع عليها وتنصح فيها الشباب. إيه دائما. أنا من 2013 يعني الحين 11 سنة أنا شغلي كونسلتنت بشركة مكملات غذائية. فدائما نعرف الجديد شنو، نسافر نطالع الماركات الجديدة البراندات الجديدة نستقطب الزين منها وهكذا. يعني هذا مجالي. ممتاز. إنزين شيء ثاني تحرص على إنه يكون موجود مثلاً سبلمنت تساعد الرياضي في صحته العامة، ما نقول بالعضلات بس، الأوميجا، التمرك، أشياء ثانية مختلفة. شوفي الكركم ممتاز، وفي ناس وايد مقصرة بالبهارات، ما تحط ما تسوي هالشيء، ما تشرب أشياء فيها كركم فيها دارسين فيها كذي، فإذا يبي يأخذها عن طريق مكمل مو غلط. تساعده وايد برياضته لأنها مضاد التهاب طبيعي، تساعده برياضته، فمو غلط إنه يأخذه، بس مو ضروري أقول له روح اشتري وأخذه. هذا حق اللي يبي يعني أفضل أداء، أفضل نتيجة، قاعد ينافس. أما الإنسان العادي ما أعطيه إلا إذا كان أكله ناقص، ما يأكل سلمون مرة مرتين بالأسبوع، ما يأكل مصادر الثانية مثل بذور الكتان والشيا، لازم تاخذ حبه اوميجا. هذه ما فيها بعد روح تعلمنا، هذا حمض ذهني اساسي يعني لازم ناكله، جسمنا ما يسوي. زين عبد العزيز بخصوص الدهون، مجموعه الدهون كمجموعه رئيسيه من الوجبات او من الاكل، ايش كثر دائما النسبه اللي تحطها او تحرص ان الشباب ياخذونها او حتى البنات؟ متغيره بس ما تقل عن 20% وما تزيد عن 40%. واللي يقول لك أنا ما بأكل دهن لأن أخاف أزيد دهون، لا لا لا، هي بالنهاية أنا أزيد دهون أو أفقد دهون هذا يعتمد على أنا إش كثر حركت مقابل إش كثر أكلت، هذه خالصين منها ما في حد ما تكلم فيها. بس الدهن أو الكربوهيدرات كثرتهم هني هذه سعرات أكثر، خاصة الدهون سهل إن أنا لما كثرة سعراتي تروح فوق، بس ما يصير أعدمها بأكلي. إذا بنيت نتكلم من الثلاثة البروتين والدهون والكربوهيدرات، أنا أقول لك الأقل يعني الأقل أساسي هو الكربوهيدرات. ليش عبد العزيز؟ معناه هو مصدر طاقة رئيسي للجسم. مصدر طاقة رئيسي ممتاز، بس لما نقول أساسي أو غير أساسي، الكربوهيدرات غير أساسي للحياة، يعني إذا أنا قطعته ما راح تدهور صحتي. صحيح. مو نفس الدهون، الدهون مرتبطة بهرموناتي، مرتبطة بفيتامينات ومعادن معينة وامتصاصها. البروتين هو اللي يعيد تكوين كل شيء بجسمي، فإذا أنا أقصر بهالاثنين راح أدش بأمراض، راح أدش بمشاكل صحية. أما الكربوهيدرات إذا قطعتها أو قللتها أو حتى عدمتها، الجسم يقدر يعتمد على الكيتونات بدالها، ما في مشكلة. بس مو إنه مثالي، إن قلنا الكربوهيدرات مصدر طاقة فعال جدا وسريع، فأنا أحب أعتمد عليه بالرياضة. بس إذا شخص يعني واصل مرحلة إن أنا لازم أقلل أكلي حكم إنه والله لازم يكون ناشف، حكم لازم يكون وزن معين ببطولة معينة فنون قتالية، لازم ينزل أكله، أنا أقول هذه فصخ أكلك، شنو اللي تشيل منه؟ تشيل منه الشيء المو أساسي. أول شيء بروح على الكربوهيدرات، ثاني شيء بروح على الأشياء اللي ما لها داعي، صوصات أحاول أقللها، المصادر البروتين أخذ القليلة بالدهون منها ما أخذ العالية بالدهون، وأتحكم بكمية الدهون عن طريق الأشياء الثانية، أفوكادو، زيوت النباتية، المكسرات. هني صارت الدهون أفضل من الدهون الثانية، ما نقول إن الثانية مو زينة، بس إحنا قاعد نحاول نقلل، فشنشيل نشيل اللي نقدر نستغني عنه. ممتاز عبد العزيز، أي نظام غذائي نتبعه دائما يكون في حلقة وسلسلة متصلة مع بعض، يهمنا النوم، يهمنا الماء، يهمنا خمس أشياء أنا عندي دائما أتكلم عنهم. أنت قلتيها الاسترس، مو وايد ناس تكلموا عنه الحين، ترى الناس دائما لما تيجي تسألينه أنت ملتزم، يفكر بس بناحية التغذية، الأكل، الدايت. عندك أنت مو بس الدايت، عندك الماي، عندك الرياضة، التزامك فيها ونشاطك خلال اليوم. واحد يلعب رياضة ساعة وباقي اليوم قاعد ما يتحرك، هذا يسمونه الرياضي الربادي، حرقه مو هالكثر، يقول وزني مو قاعد ينزل، دهوني مو قاعد تقل. إيه، لأنك أنت مو قاعد تحرق. صحيح.
غير هذا عندك النوم، الرياضة، الحركة، الماي، واخر شيء اتحكم بنفسيتي، الستريس وضغوطات الحياة. إيه؟ اهم شيء وايد مهم، وايد ناس وزنها او ما تحصل نتيجة فقط لانهم مو قادرين يتحكمون بضغوطات الحياة. صحيح. عبد العزيز، الموضوع اكيد تكمله، لكن خلونا ناخذ فاصل وراجعين. السلام عليكم، معكم اخوكم اسماعيل بلال، اخصائي تغذيه علاجيه. بتكلم عن موضوع وايد اشوفه بالشباب، انه هو ما يحسبون احتياجهم للبروتين. الحين اذا انت كنت شخص تتمرن، احتياجك للبروتين يختلف اذا كنت ما تتمرن. ففي ناس تاكل 200 جرام بروتين باليوم، في ناس تاكل 100 جرام بروتين، في ناس تاكل 50 جرام بروتين، وقد يحتاجون اكثر من هذه الكميه وقد يحتاجون اقل. فانت كشخص تتمرن او ما تتمرن، شلون تحسب احتياجك من البروتين؟ اذا كنت شخص ما تتمرن، تضرب وزنك ب 0.8، يعني اذا كان وزنك 70 تضرب 70 ب 0.8 راح يطلع لك الرقم 56. 56 جرام بروتين باليوم، هذا هو احتياجك اليومي من البروتين. او انك تضرب وزنك بواحد، يعني مثلا وزنك 70 تضربه بواحد راح يطلع معك 70 جرام بروتين على مدار اليوم. هذا اذا كنت شخص ما تتمرن. انزين، كم احتياجك من البروتين اذا كنت شخص تتمرن؟ تضرب وزنك ب 1.5، يعني اذا كان وزنك 70 تضربه ب 1.5 راح يطلع معك 112. 112 جرام هو احتياجك للبروتين على مدار اليوم. زين، انت الحين عرفت احتياجك من البروتين. هل ال 200 جرام اللي تي تحسبها بالميزان هي نفسها 200 جرام بروتين؟ يعني على سبيل المثال حطيت 200 جرام دياي او 200 جرام لحم، هل هي نفسها 200 جرام بروتين؟ لا، مو 200 جرام بروتين. الوزن الدياي مثلا او وزن اللحم لما تي تحسبها بالميزان طلع معك 200 جرام، اقسم الرقم على 4. فعلى سبيل المثال حطيت 200 جرام صدر دياي، النت بروتين راح يكون تقريبا 50 جرام بروتين. فهذا هو احتياجك من البروتين، وهذه هي الكميه اللي قاعد تدخلها جسمك. شنو احسن الاكلات اللي تدخلها اللي فيها بروتين؟ عندك البيض، اللحم، الدياي، السمك، هذه اكثر الاكلات اللي فيها بروتين. فبما ان انت عرفت شنو هو احتياجك من البروتين وشلون تطلع الجرامات من الاكل اللي تاكله، كان دياي، لحم، سمك، فبما ان انت عرفت شنو هو احتياجك من البروتين وشلون تطلع جرامات البروتين من الاكل اللي تاكله، هني انتهت فقرتنا هذا اليوم، وان شاء الله نشوفكم الفقرات القادمه. رجعنا لكم من بعد الفاصل مع ضيف حلقتنا عبد العزيز أمير. عبد العزيز، خلنا نرجع على الخمس نقاط اللي تكلمت عنها قبل الفاصل. الخمس نقاط الأساسية، شوفي هذه اللي يهملونها أغلب الناس أو ما تكون عندهم الصورة كاملة. نبلش بالأكل. الأكل عادة الشخص لما يكون أنا قاعد أكل دايت يعني أنا ملتزم، بس هل أنت قاعد تغطي؟ هل أنت قاعد تكون دقيق بتنفيذك حق الموضوع؟ إذا كان عندك هدف، ميزان بتوصل له، نشافة معينة بتوصلها حق بطولة، هدف معين تبي توصلها، لازم نظامك يكون دقيق. العشوائية ما راح توصلك. صحيح. فهذا دائما يطالع شنو، يقول أنا قاعد أكل دايت، قاعد أكل، بس آخر شيء تلاقينا شنو، ثلاثة أرباع أكله مطاعم. زين، المطاعم يعني هذه مالت أكلة الأرقام تكون المكتوبة 99% مو صحيحة. صحيح. لأنها فيها مشكلتين المطاعم. المشكلة الأولى شنو؟ المشكلة الأولى إنه في وصفة أساسية حق المطبخ ومحسوبة عليها السعرات، وفي تطبيق لهذه الوصفة، ففي خطأ بالتشغيل نفسه. أيه. العامل مو دائما بيحط لك نفس بالضبط كمية البروتين. صح. نفس كمية السلطة، نفس كمية الصوص، عادة نلاقينا كذي عشوائي. صح صح. بس يعبي ويعطي، فسهل جدا انه هو يروح زيادة خاصة بالصلصات. أيه. فهني الواحد يطالع كذي، وفيهم بعد في مطاعم حرفيا ما تعرف تحسب، ما راحت مختبر ولا راحت عند اخصائي تغذيه، اجتهاد شخصي طلع الارقام وقال انا هذه ارقام وجبتي، بس تطالعينها وجبه فيها 50 جرام بروتين، المفروض كميه الايدام فيها راهي، ما فيها نتفه، شلون وصلت 50 جرام بروتين؟ فما سكر الاحتياج، فمو صحيح الارقام هذه. فانا اكون الخطا اللي طايح فيه شنو، ان انا عبالي اني قاعد اكل زين بس بالواقع لا. فدائما انا اقول اذا انت شفت ان التطور وقف، لازم ترد تراجع نفسك، تطالع انت ايش قاعد تسوي. تبلش بالاكل، هل انا تنفيذي للخطه صحيح؟ اذا كان صحيح انتقل للنقطه اللي بعدها. قاعد انام زين؟ هذه مشكله العصر الحين ترى، الكل مو قادر ينام عدل. كم ساعه المفروض الشخص ينام؟ 7 إلى 9 ساعات حق الشخص لازم ينام. واصله عبد العزيز؟ يفضل انها تكون نومه ليل،
حلو، بس اذا ما قدرت اقدر استخدم القيلوله ان انام نص ساعه اثناء اليوم تعطيني باور ريتشارج اكمل يومي. هذه وايد تساعد حتى تعدل عفسه الهرمونات مالت قله النوم اليوم اللي قبل. صحيح. بس مو انام 3-4 ساعات العصر واخرب نومي وادش بالدوامه هذه واسهر رد انام غلط، هذا ما راح يطلع بنتيجه. هذا هني كلهم راح يروحون على النقطه الاخيره اللي هي شنو؟ الاسترس. الاسترس حلو. اني بعدها الماي، واحد ملتزم ينام زين قاعد ياكل زين بس ما يشرب ماي خير شر زين، كل شيء بجسمك انت يصير بوسط مائي. كل شيء حرفيا بجسمك يصير بوسط مائي. العضله 70% منها ماي، انت مقصر بالماي، نسبه صغيره من الجفاف تطيح ادائك للنص بالرياضه. والرياضه شنو؟ احنا ترى كل شيء قاعد نسويه عشان نأدي زين بالتمرين. بس ترى هذه هي. انا قاعد اكل، قاعد انام، قاعد اشرب ماي، قاعد احاول ادير ضغوطات الحياه عشان اتمرن واتطور بالتمرين واوصل الى مرحله اقوى، سواء كنت لاعب بيرفورمانس كروسفيت فنون قتاليه كره قدم، او سواء كنت لاعب شكل مثل كمال الاجسام. كله يصب على تمريني. هني هي المسكونسبشن اللي يقول لك 70% اكل. لا مو صحيح الكلام عبد العزيز. في مثلا دائما نسمع المرأة لازم تغطي لترين ماي، الرجال لازم يغطي 3 لتر، واذا كان يمارس الرياضه فيزيد. في رقم او حسبه تحسبها حق في حسبه السؤال. هي في اكثر من حسبه، بس اللي احبها اكثر شيء اللي هي ان انا مقسم ماي خلال اليوم. انا خلال اليوم قاعد اشرب كوب كل ساعه مرتاح، كوب اللي هو 200-250 ملي قاعد اشربها كل ساعه. الحين هي قبل التمرين، قبل التمرين ابي اطق لي نص لتر ساعتين قبل التمرين اكون مخلص، يعني مدوبل شويه زايد كوب ثاني. الحين في الحسبه الثالثه اثناء التمرين، كل ربع ساعه من التمرين تبين من 150 ل 250 ملي اثناء التمرين. اثناء التمرين من التمرين. حلو زين. وفي الاهم من هذا كله، بس هذه ما حد يسويها، صعبه. يعني في طريقه ثانيه نختصر الامور هذه كلها، اشرب ماي وايد وخلاص. أيه. الطريقه اللي بقول لك عنها شنو؟ ان وزنه قبل التمرين وبعد التمرين، الوزن اللي فقده من خلال التعرق هذا لازم يشرب 1.5 ضعف ماي. يعني نزل وزنه كيلو، لتر ونص لازم يشرب بعد التمرين ماي، بس مو طقه واحده، تكون موزعه عشان ما يطلع بسرعه، يكون الجسم ياخذه. غير كذي اذا تمريني قاسي لازم اضيف الالكترولايتس. الالكترولايتس هذه هي اللي تضبط توازن الماء داخل الجسم. ولما عرق وايد، خاصه اذا تمرين شديد برا، قاعد العب كره قدم جيم ساعه ونص، تشوفينهم يشربون الجيتوريد المشروبات هذه. ليش؟ لانه قاعد يعوض الاملاح اللي فقدها، فيصير الترطيب عنده افضل وبالتالي اداءه بالملعب افضل. نتكلم عن الاسترس عبد العزيز. الاسترس هذا اللي كل شيء طاف مرتبط فيه. مثال، انا لما ما اكل بروتين كفايه انا حطيت جسمي تحت استرس من التمرين لانه مو قاعد يتشافى. وتطوري بالرياضه مرتبط ارتباط مباشر بقدرتي على الاستشفاء، فهو مهم انه حق الريكفري والستريس. اي، فانا الحين اذا انا قصرت بالمغذيات فانا حرفيا قاعد اضغط على العضله يوم ورا يوم ورا يوم ومو قاعد تتشافى، فالستريس قاعد يزيد. هذا ستريس فيزيكال داخلي، خليش من ضغوطات الحياه النفسيه. الناس مو وايد فاهمتها ان النفسيه والجسم مرتبطة مع بعض، ما تقدر تفصلهم. تفكري فيها بكل بساطة، إذا إنسان تلقى خبر إنه لا سمح الله مرض مزمن، نفسيته ما راح تتعب؟ أكيد. هذا هو، إذا نفسيته تعبانة طول الوقت مناعته مو راح تكون نازلة ويمرض بسرعة. صحيح. فهذا كله مرتبط ببعضه. الحين قلنا تقصيرك بالأكل يزيد عندك الاسترس، عدم النوم يزيد عندك الاسترس، مو قاعد تشرب ماي يزيد عندك الاسترس، فوق هذا عندك ضغوطات الحياة. الاسترس شو يسوي؟ يخلي خلل بهرمونات الجسم. الخلل هذا يخلي الواحد بدال ما هو شغال على 8 سلندر ولا التيربو شغال على 2 سلندر. مو إيه، يعني الهرمونات هذه فعلا تخلي الواحد يحس بخمول، يحس بتعب وحرقه مو بالمعدل اللي حاطه بباله. فعلا عبد العزيز، اكيد اكيد مروا عليك حالات كثيره، خلنا نكون موجودين معاك في العياده وعطنا أمثلة على حالات يتلك وفعلاً شفت أنه تطور أو تراجع مع الاسترس اللي مر فيه. يعني وايد أكثر شيء مع فئة البنات.
فئه البنات، لان هي لما تبلش تلعب رياضه سواء كانت قاعد تجهز حق بطوله، ما قاموا يدشون الحين بطولات سباقات، قاموا يدشون بطولات كروسفيت، سواء كانت قاعد تجهز حق بطوله او سواء كانت قاعد تمرن عشان بس تخسر وزن. حلو، الاسترس، كميه الاسترس اللي تحطها على نفسها شيء مو طبيعي اللي قاعد يمر عليه بدون اي سبب. تبي تراكمات السنين كلها تروح بشهرين. اي ما في يعني توقعات، ما في توقعات حقيقيه. الواقع شويه فعلا يعني معفوس. اي تبي بسرعه، تبي اللي اللي زادتها خلينا نقول اخر سنتين ثلاث بشهر تخلصه. وفوق انه في الاسترس النفسي هذا اللي انا حاتي الميزان، وزني ليش مو قاعد ينزل، متى بضعف، متى بلبس نفنوف العرس، هذا اللي بروح عرس ما ادري منه، هذا كله في ناس تبكي. إيه؟ حرفيا انت تشوف البنات هم اكثر عرضه حق هذا الاسترس، هم اكثر في ريايل هم نفس الشيء بس اكثر شيء البنات. حلو، فبعدين هم لما هي طريقه تعاملها معاهم خاطئه بعد. يعني انا الحين عندي هالهدف وعندي هدف ابي اوصل له ومأزمني، فاهم، انا فاهم هذا كله، بس مقصر بالاكل وحارم نفسي من الاكل وقاعد اكل قليل، انت قاعد تحط ستريس من نوع اخر على جسمك. صح. تشوف البنات اكثر مثلا، اكثر الناس او ما بين رجال ونساء، البنات اكثر تواجه معهم صعوبات في اكل البروتين، ممكن اكلنا قليل حق البروتين خلال اليوم، اكلهم قليل، وهم عندهم المعتقد ان البروتين لازم صدر دياي ناشف، لازم صدر دياي ناشف، لازم مصادر حيوانيه، وهم ما يحبون الادام وايد. فاغلب البنات جداولهم تكون مره اللي هي الغداء يكون فيها كميه ادام باهيه، الريوق والعشاء انا اقدر اعتمد على مصادر ثانيه، اقدر اعتمد على البيض، على الجبن، على الالبان بشكل عام، كلها التركي، المكملات، الباودر اسوي منه شوفان، عندك بعد خبز البروتين يساعد، عندك سناكات، في سناكات وايد ممتازه الناس ما تدري انها عاليه بالبروتين. ابسط شيئين شو اسمه الترمس مال راعي البنك، هذا شفتي في بروتين ملغوم بروتين، هذا اوكي اضافه حلوه زين، ملغوم بروتين وقليل كارب اقل من بروتينه، والادمام مشابهين حيل بعض بالشكل، تحطها سناكات او تضيفها مع الوجبات، حطها سناكات 20 جرام هنا 20 جرام هنا، اخر شيء اوصل حق الكميه اللي اوصلها اخر اليوم، اللي هي عاده تكون حق البنات ما بين اذا تبي صج، يعني اذا هي تبي تخسر وتبني عضلات لازم تكون برينج ال 120 ل 140 جرام بروتين صافي. بروتين هذا حق هذا اللي مروا علي اغلبهم كانت هذه الارقام اللي حرفيا اشوف بالفحص تطور العضل قاعد يزيد والدهون قاعد تنزل. ممتاز. قبل شوي تكلمت عن الوجبات وان طريقه حسبه الوجبات خصوصا مع انتشار الشركات الرهيب عندنا بالكويت عبد العزيز، تشوف ان الشركات تعتبر واحده من الحلول المثاليه حق ان الشخص يساعده يوصل الهدف اللي هو يبي؟ فكرتها إيه، بس تطبيقها أمانة للأسف جدا سيء. أنا ترى أشتغل كونسلتنت حق الشركات هذه، أدش أخذ تقييم كامل على المنيو، على البزنس ككل، لأن اشتغلت إداري من قبل بشركة. حلو، فعندي الخبرة هذه، واشتغلت أسست مطبخ واشتغلت بالمطابخ، فعارف شغل المطبخ من إلى. لما أروح ألاقي إن شنو، إن الكل داش بهالمجال لأنه شايف إن في حاجة، في حاجة، فأنا أبني عليها مشروع. صح. حلو، بس المشروع أساسه شنو؟ أساسه التغذية. وين أخصائيين التغذية اللي عندك؟ فأنت الكور مالك، الكور لازم يكون أخصائيين ممتازين. صح. وحتى لو كان عندهم أخصائيين ممتازين يكون دورهم مهمش، هذا اللي قاعد أشوفه ترى بالسوق، دوره مهمش، هو ما له شغل بالمنيو، هو له شغل بس بمتابعة العميل. ما له شغل بالمنيو، الشيف قاعد يسويه والمدير، مدير العمل. فأنت تنصح أن أخصائي تغذية يكون متواجد في المطبخ أثناء تحضير الوجبات، ولازم هم يكون عنده كونسبت، ما يصير كلهم كوبي بيست، ما يصير كلهم 100 جرام 150 باقة التنشيف، باقة خسارة الوزن، باقة الدوام، باقة زيادة الوزن، كلهم نفس الشيء كيتو لو كارب. لا، أنت لازم عندك توجه بالدايت اللي قاعد تسويه، طبق التغذية على أصولها، أنا تركيبتي للوجبة شنو. صح. فتنصح في الوجبات حق الأشخاص مثلاً اللي يومهم مزدحم وما يقدرون يطبخون ممكن؟ أي بس لازم يعرف شنو يختار. يعني أول شيء يختار الشركة الزينة، سمعتها زينة، احرص يعني ما أقدر يعني أقول لك إيش كثر أن عنده مطبخ مركزي ومعتمد، عنده شهادة نظافة، يطبق السيفتي، الأكل قاعد يلك مبرد، السيارة قاعد يلك مبردة، مو جايب لي بسيارة ما فيها تبريد،
ما يصير يحط البوكس عند الباب، هذا يخترب الاكل، يفسد، صح يمرضني. صح. هذا كله امور لازم تدير بالك عليها، زائد فوق هذا كله لان الموضوع صار بيد العميل الحين، اختيارات ابلكيشن وينقي. فوق هذا كله لازم شنو يعرف يسوي؟ يختار البروتين، الكارب، اختار الوجبه اللي تركيبتها صح. يعني ما اروح لوجبه واضح انه ما فيها بروتين، كرواسون الصبح وفي لبنه، ما في بروتين. أيوه. حلو، زين، ما في مختارها، هد البيض، هد التركي، هد الاجبان، راح على اقل شيء فيه بروتين. وهذه ترى الخطا اللي يطيحون فيه البنات اكثر شيء، ان طعم افضل يكون صح. اذا بروتين اقل، فتوجه الشخص اللي عندك عبد العزيز اذا اشترك، او خلينا نقول حتى لو ما اشترك، انه يفهم اللي هو مثلا نيوتريشن فاكت حق الاكل وتركيبه الاكل. أي. وشون يختارها. صحيح. شوف احنا نرد بالاول، قلنا احنا عرفنا فهمنا يومه شلون ساير، وقسمنا وجباته الخفيفه على اساس يومه، بعدين اعطيته امثله على كل وجبه شنو ممكن ياكل. انا كذلك اضيف عليها ارقام، فانا الحين اعطيتك اياها بكل شيء، اعطيتك اياها بالميزان، اعطيتك اياها بالنوعيه، اعطيتك اياها بتقدير بالنظر، اعطيتك اياها اذا انت ما تبي شوف لك شيء ثاني بهالارقام. فوجهتك بطريقه مباشره حيل، يعني ان انت وجبتك الريوق لازم تكون هالكثر وهالكثر. ما نقول ان اذا طلع عنها ما راح يحصل نتيجه، بس هذا الاستراكشر اللي ماشيين عليه، واذا ثبتناه نسبيا نقدر نعدل عليه ونشوف ونتابع النتائج. ممتاز عبد العزيز، احنا وصلنا حق نهايه حلقه اليوم، استمتعنا جدا بالحوار معك. اكيد الرياضي له تغذيه مختلفه عن تغذيه الشخص العادي، لكن الاكيد انه هو لا نفس القاعده او نفس النهايه. ايه، كلهم نفس الشيء. عزيزي المشاهد، وصلنا حق نهايه حلقه اليوم، نرجع نذكركم بالخمس نقاط اللي ذكرهم زميلي عبد العزيز. مهم جدا تحرص على اكلك وكميات اكلك، مهم جدا تحرص على تمرينك، النوم جدا مهم، الترطيب جدا مهم، ولا تنسون لا تحطون نفسكم في ستريس. نلقاكم في حلقات قادمة من برنامجكم برنامج رسائل صحية. مع السلامة.